الاجتماع وصنعة الطعام. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا لا يجوز، إنما الذي ورد أنه يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت ويدفع لهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب، قال صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. أما ما يعمله كثير من الناس اليوم من اجتماعات كبيرة وأيام معدودة، تعطيل للأعمال وتقديم للذبائح والأطعمة، فهذا شيء لا يجوز في هذه المناسبة، وهو مما يكلف الناس ويحمل الناس أشياء لا قد لا يستطيعونها، وإنما يجاملون فيها. فيجب ترك هذا الشيء، ويجب على ولاة الأمور أن يمنعوا هذا الشيء تخفيفا على الناس وإزالة لهذه العادة السيئة. نعم.